خلينا بقى نروح لاهم نقاط الضعف اللي موجوده في بايرن ميونخ. طيب نقاط الضعف لو ممكن معانا الصور اللي احنا محضرينها عشان نشوف بالصوره ازاي بايرن ميونخ بيتضرب في قلب الدفاع بتاعه. وكمان نقطه قلتها يا كابتن اسلام في بدايه الحلقه ان هم عندهم دي اهم نقطه دفاعيه، صعب جدا انك تلاقي نقاط ضعف عند بايرن ميونخ على الاطراف. مثلا دي من مباراه بايرن ميونخ وماينز، مباراه انتهت ل 5-2 لبايرن ميونخ. الاثنين مساكين في المباراه دي كانوا الابا وبواتينج. تعال نشوف نفس اللي يفتكر مباراه برشلونه وبايرن ميونخ الشهيره في سيمي فاينل دوري الابطال لما كسبنا 3-0 وميسي قدر ان هو يرقص بواتينج ووقع نفس الوقعه بالظبط. وقعها بواتينج في مباراه ماينز السنه دي، كوره طوليه اتلعبت من الخلف للامام وبواتينج ما قدرش يستقبل الكوره، رغم طبعا لعيب خبره كبير ولكن ما قدرش بسبب يعني البطء والتقل لكل شيء اتعمل، ويقدر مهاجم ماينز بوكارد ان هو ينطلق بسرعته وياخد الكوره ويحرز الهدف. نروح للصوره اللي وراها من مباراه كانت حلوه جدا في البوندسليغا السنه دي ما بين بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ، وواحد من احلى اللعيبه اللي بنشوفها في مونشنجلادباخ وهو هوفمان، ولعيب طبعا كل اللي بيلعبوا فيفا عارفينه من فيفا 17، ما فيش حد بيلعب بفرقه من الدوري الالماني الا بياخد هوفمان. زي ما احنا شايفين مونشنجلادباخ قدر انه يخترق العمق تاني قلب ملعب بايرن ميونخ بتمريره بينيه سهله جدا. قدر هوفمان لعيب سريع جدا 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 انه يخترق ما بين الاثنين مساكين. كانوا مين بقى يا كابتن؟ كانوا الابا وسول. الابا زي ما هو ثابت، وسول هو اللي اتغير، شلنا بواتنج ونزلنا سول، بس نفس الاداء رغم ان سول اصغر شويه ولكن نفس الاداء نفس التقل، وبالتالي بيقدر اي لاعب سريع يلعب ما بين الاثنين مساكين انه يخترق. وشايفين طبعا هوفمان اصلا اوريدي لعيب وينجر، لعيب جناح بيجي من الطرف وبيقدر يخترق، رغم طبعا ان مونشنجلادباخ عندهم مهاجم صريح ممتاز اسمه ستاندلر، طبعا كل اللي بيحب البوندسليغا عارفينه، ولكن ستاندلر في المواقف دي بيسيب المساحه على طول لهوفمان هو اللي ياخد قلب الملعب. نكمل اللقطه اللي وراها ونشوف تاني هوفمان نفس اللقطه تقريبا نفس اللعبه في نفس الماتش مع نفس المدافع سول، بيقدر هو يكسر مصيات التسلل وبيخطف المساحه اللي ورا دفاع بايرن ميونخ وبيقدر يجيب الهدف الثاني قبل ما يجيبوا الهدف الثالث ويقلبوا تاخرهم من 2-0 لفوز كان مثير جدا في البوندسليغا على بايرن ميونخ 3-2. نفس الفكره هنشوفها برضو اتكررت بقى في ماتش الكاس قدام هولستن كيل، فريق من الدرجه الثانيه كان فريق ممتاز ومرشح بشكل كبير ان هو يتاهل للبوندسليغا السنه الجايه. برضو المهاجم اسمه بارتليز قدر ان هو يجري ما بين اثنين مساكين، كانوا مين بقى؟ كانوا سول وهرنانديز. هرنانديز اوريدي هو فول باك بيتوظف في مركز المساك، قدر بارتليز ان هو يخترق ما بينهم، ودي في وجهه نظري الشخصيه نقطه الضعف الوحيده عند بايرن ميونخ. ما عندهمش اي نقاط ضعف، جنابري زي ما احمد شرح، جنابري وكومان ربما احمد اتكلم عنهم من الناحيه الهجوميه، ولكن جنابري السنه دي وكومان مقدمين اداء دفاعي اكثر من رائع في مساله العوده للتغطيه.